نعم، بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، يرى الشارع الديقاري أن الكتلة الفائزة هي من تشكل الحكومة، وهذا ما صرح به المتحدث باسم الكتلة الصدرية، وقال لكن أيضا يرون أنه من المستحيل جدا أن تشكل الحكومة من يعني من كتلة واحدة أو الكتلة الفائزة. أيضا سنعود لمبدأ التوافق، وأن لم يكن هناك توافق لا وجود لحكومة، يعني حكومة تقدم شيء للمواطن. لذلك نوعا ما يعني ما بين هذه وما بين تلك، يرى المواطن الديقاري أنه انفراجة أمل أنه تم المصادقة على نتائج الانتخابات وستكون هناك حكومة لإقرار الموازنة لتقديم الخدمات، لكن أيضا يرون أنه قد تعود نفس يعني المحاصصة ما بين الأحزاب وإعطاء المناصب للبقية وغيرها من هذه الأمور التي عانى منها المواطن منذ عام 2003 وحتى الآن. نعم. وأيضا تحدث المواطن الديقاري عن انسحاب الخاسرون من أمام المنطقة الخضراء، وقالوا قد تكون هذه بعد أن أعطوهم الضمانات ويعني التعهدات بالحكومة المقبلة أن لهم مناصب ولهم وزارات، وهذا ما يراه المواطن حقيقة، وهذا رأي حتى بعض المراقبين. لذا هم يرون أن المصادقة على الانتخابات هي انفراجة أمل، لكن بنفس الوقت هم متخوفين من أن تكون الحكومة المقبلة هي نسخة طبق الأصل من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن.